السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الهجرة من الكاد، نظام الكاد، إلى نظام البيم، هل هو مكلف ولا مش مكلف؟ طيب تعال نشوف التكلفة كده، وأكيد هو هيكون في نوع من أنواع التكلفة، لكن الأكثر تأكيدا هو إن العائد على الاستثمار دوت أو التكلفة ديت هو استثمار، يعني أنت بتدفع مبلغ وهيعود عليك بالنفع بعد كده من حاجات كتير جدا، منها مثلا إن أنت في انواع من المشاريع ما كنتش قادر تاخدها لانها مطلوبه بيم، انت خلاص بتقدر تعملها بيم، او تكون هي مطلوبه كاد وانت تعملها بيم وتصدرها للاوتوكاد، فمفيش اي مشكله خالص. فالتكلفه الاولانيه مثلا تكلفه ان انت الاجهزه، تمام. طيب هو اصلا الاجهزه اللي موجوده في الشركات الهندسيه ما تصلحش اصلا للكاد، دي اسمها اجهزه بي سي، بيرسونال كمبيوتر، بتهنج جدا مع الاوتوكاد، فما بالك بقى ببرامج البيم اللي بيكون فيها معلومات اكتر وبيكون ملف المشروع كله موجود في ملف واحد. دي المفروض نجيب اجهزه اعلى شويه، تكون مثلا اجهزه جيمر او كده، فهو استثمار، انت بتستثمر في الاجهزه، الاجهزه دي بتعيش وقت اطول. في تكلفه البرامج، هل انت بتشتري البرامج؟ غالبا اغلب الشركات مش بتشتري البرامج الا مضطره، وسعر البرامج بتاعت الكاد هي نفسها سعر برامج البيم، يعني هي الشركات نفسها مثلا زي شركه اوتوديسك عايزه الناس يعني تبدا تتبنى البيم ليها فايده للشركه نفسها، فهو بيبيع سعر الاوتوكاد زي سعر الريفت، الاثنين قريبين من بعض. طيب بقى تكلفه ايه؟ احنا قلنا الاجهزه تكلفه التدريب، تمام، هتحتاج تكلفه تدريب، واصبح ممكن انت تجيب واحد مثلا او اتنين يبداوا يبقوا موجودين معاك في الشركه ويضربوا الناس، يعني ممكن تحسبها كده تقولي الافضل ان انا اوفر لي بدل ما اوديهم كلهم كورسات، لا انا اجيب واحد كويس بين مانجر يبقى موجود معايا في الفريق ويبقى ليه مرتب، او هم يروحوا ياخدوا كورسات، او هنجيب مثلا اسطوانات، بس الاسطوانات محتاجه ان يبقى في حافز داخلي عند الناس، تمام. فالاسهل ان انا اجيب حد معاه في قلب الشركه ونبدا نتبنى البيم واحده واحده، او نجيب شركه متخصصه في تحويل الشركات من الكاد للبيم. انا ليه كتاب هتلاقيه للموضوع دوت، ازاي نتبنى البيم وازاي ان احنا نحول من الكاد للبيم في قلب الشركه بتاعتنا، اللي هو التبني او بيم امبلمنتيشن جوه الشركه. فالفكرة كلها ان انت تبقى ماشي بخطوات كويسة، تيجي تحسب التكلفة هتلاقي التكلفة مش كبيرة، وفي نفس الوقت العائد كبير جدا، اصبح ان انت بدل ما انت بتلعب في سوق الكاد بقيت بتلعب في سوق الكاد والبيم، اصبح الشغل بتاعك بيتم باخطاء قليلة جدا، لان الموديل كله موجود في ملف واحد، فمش هتبعت الشغل ويقول لك لا ده انت عندك مثلا اللوحة دي مش متطابقة مع اللوحة دي، ده في هنا سيكشن مش ماشي مع البلان، او في بلان مش ماشي مع البلان اللي فوقيه. تجنبت اخطاء كتيره جدا، واصبح عندك امكانيه ان تخلص المشروع في وقت اقل وبجوده احسن ومن دون اخطاء، وبدل ما تبعت الحاجات اللوح للناس يبقى فيها مشاكل. فالعائد او العائد على الاستثمار دوت كويس جدا، يعني دي من ضمن الحاجات اللي انت تقدر تستثمر فيها وانت مطمن، لان في شركات كتيره جدا بالالفات اتحولت من الكاد للبيم ويشتغل بشكل كويس جدا. المهم ان تكون التحويل بشكل منظم وبشكل كويس جدا. هتلاقي سلسله اسمها جاست بيم موجوده على اليوتيوب مجانيه، تقدر تفهم منها فكره البيم وازاي نقدر نتحول من الكاد للبيم.